الناس بشكل عام يميلون ذات اليمين وذات الشمال، كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لكميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه، قال الناس ثلاث: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. إذا جاءت الموجة دينية فالجميع متدينون، وإذا انحسرت الموجة فيتنازل الناس عن دينهم. بعض الناس همج أتباع كل ناعق، شوف من اللي يدق الدنبق ما وراه، قسم لا عندهم بصيرة لا يتحرك إلا بناء على مبادئ ومثل وقيم يؤمن بها ويلتزم بها بينه وبين ربه، مع قطع النظر عن التزام الناس بذلك أو عدم التزامهم. ما عنده شغل بالناس.